انا اسمي آلاء علي علي، وانا الحمد لله الرابعة على الجمهورية. وانا ما كنتش متوقعة، بجد بجد ما كنتش متوقعة، والحمد لله. يعني كنت مستنية بصراحة مكالمة الوزير، بس هو ما كلمنيش. و انا عايز اقول بس يعني انه عدد ساعات المذاكره مش مهم، على قد ما المهم ان انت تحدد مهمه لنفسك، او مثلا انا هذاكر الماده دي النهارده وخلص الدرس ده النهارده، وتلتزم ان انت تذاكره. ده بالنسبه لاي حد هيسال السؤال الطبيعي اللي هو انتوا كاوائل كنتوا بتعملوا ايه. ده اللي انا كنت بعمله. بس وعايزه طبعا اشكر ماما وبابا، عشان هما كانوا موفرين لي سبل الراحه كلها حرفيا. بس الحمد لله طبعا. انا مش هقول حاجه غير الحمد لله رب العالمين، نحمد ربنا الحمد لله، اللهم لك الحمد على كل حال. وبقولها الف 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 مبروك، ومن نجاح لنجاح، وربنا يوفقك لكل حاجه حلوه بالنسبه لك، واحنا بندعي لك وفي ظهرك، مش هقول اكتر من كده، وسعداء بيها، يعني سعادتنا لا توصف، والله بجد سعادتنا لا توصف، الحمد لله، اللهم لك الحمد. عايزة أقول لها يا آلاء يا حبيبتي ألف مبروك، وربنا وفقك.